يترك بصمة. قد تكون بسمة بلون النور، وقد تكون وصمة بطعم النار، لكنها بصمة. أعزائي مشاهدي بصمة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم وفي بصمة اليوم. برنامج بصمة ما هو إلا موضوعات متنوعة وضيوف متميزون، فكل حلقة لازم الموضوع يكون مختلف عن الحلقة اللي قبلها، وكل حلقة لازم يكون ضيف متميز، وده سر نجاحنا الحمد لله. في حلقة النهاردة عندنا موضوع جديد لكنه بيفرض نفسه على الساحة، هو موضوع الطاقة. زي ما احنا عارفين النهاردة ومع انتشار السوشيال ميديا، فبقى كل من هب ودب، آسف في التعبير، ابتدى يتكلم عن الطاقة سواء بعلم أو بغير علم. اللي بيقرأ الفنجال بيتكلم عن الطاقة، واللي بيشوف ورق الكوتشينة بيتكلم عن الطاقة، فالحكاية وسعت شوية وما سابوش فرصة لأهل العلم إن هم يدلوا بدلوهم ويقولوا لنا المعلومة الصحيحة عن إيه هي الطاقة، ما معنى كلمة الطاقة، إيه هي الطاقة، المعنى الحقيقي لها. لكن النهاردة هنتكلم عن الطاقة، هنتكلم عن الصوت والموسيقى أيضا، وطاقة الصوت والموسيقى، وهنتكلم عن حاجة مهمة، هل هناك رابط بين طاقة الموسيقى وطاقة صوت الموسيقى وبين الاستشفاء؟ هل ممكن للنفس البشرية وللجسد البشري أن يتعامل مع طاقة الموسيقى ويتجاوب معها لكي يتم علاجه من بعض الأمراض النفسية أو الجسدية؟ هناخدهم على ثلاث مراحل. هناخد الجزء الأول هو الطاقة، والجزء الثاني هو الموسيقى والصوت، والجزء الثالث هو عملية الاستشفاء. معانا ضيف متميز جدا، شاب في مقتبل عمره، موسيقي وباحث. معانا الأستاذ صلاح منير، الموسيقي والباحث في أمور الطاقة. هنتكلم النهاردة عن الثلاث موضوعات ديت، وهنقتلهم بحثا، وإن شاء الله نطلع بنتائج طيبة والحلقة تكون جميلة ومثمرة. هنتكلم بشكل مبسط، بعيدا عن زي ما انتم عارفين احنا بعيدا عن الشكل الأكاديمي، ببساطة شديدة ازاي نوصل المعلومة دي للناس. فاسمحوا لي ان ارحب معاكم بضيفي العزيز الأستاذ صلاح منير، الموسيقي والباحث في الطاقة. مساء الخير أستاذ صلاح، أهلا ومرحبا بيك. أهلا بيك أستاذ جو، أهلا بحضرتك، منورنا في حلقة اليوم. الله يخليك. Thank you for having me. شكرا على استضافتك. You're welcome anytime يا سيدي. يعني ما شاء الله أنا شاف قدام مني طاقة مشعة هي باينة كده يعني من خلال الشاشة، فإن شاء الله تكون بداية خير. الله يخليك. بإذن الله. بإذن الله. طيب جاهز بقى نخش في موضوع الطاقة والموسيقى والصوت، إيه رأيك؟ يلا بينا. طيب مبدئيا قل لي ايه هو التعريف العلمي الدقيق لكلمة طاقة من ناحية يعني من ناحية الفيزيقية تقريبا. ايه هي كلمة طاقة؟ ايه المعنى الحقيقي لكلمة طاقة؟ علشان زي ما انت عارف النهاردة وفي وجود السوشيال ميديا الكل بيدلو بدلو، فعن عايزين ناخد المعلومة من اهل العلم. طيب مبدئيا الطاقة تعريفها في الفيزياء هي القوة أو القدرة على الفعل، وكما هو معروف أيضا في الفيزياء أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم العدم. فده مينلي هو التعريف، ولكن لو هنبدأ مثلا ندخل في هذا التعريف ونحاول أن احنا نبسطه عشان نقدر نفهمه، احنا أي حاجة حوالينا في الدنيا بتتحرك مثلا فهي فيها طاقة. طيب الكلام ده حتى فيزيائيا وعلميا احنا بنقوله على اساس ايه؟
لما دخلنا في الكوانتوم فيزيكس او فيزياء الكم وبدانا ان احنا نفهم كل حاجه معموله من ايه، يعني كل حاجه تفاصيلها ايه، يعني على سبيل المثال الجسد البشري ما هو مؤلف من خلايا في النهايه، صحيح، خلايا وانسجه وعضلات وعظام والى اخره. لو كبرنا اكتر الصوره، عملنا زوم ان وبدانا ندخل، هنلاقي ان كل شيء مؤلف من ذرات، والذره نفسها مؤلفه من اشياء ايضا. الذرة مؤلفة من نواة الذرة، الكترونات، بروتونات ونيوترونات. جميل. عندنا الالكترون، الالكترونات اللي شحنتها سالبة، في حركة بنسميها perpetual motion أو حركة يعني مستمرة دائما. الحركة دي هي اللي بتولد الطاقة في كل شيء، وبما أن كل شيء مؤلف من ذرات فإذا كل شيء فيه طاقة، وهي الطاقة الحركية اللي بتسمح بالحياة وبالحركة لأي شيء وإلى كل شيء. ده باختصار، ويعني بنحاول إن إحنا إيه يعني نبسط الموضوع. ده جميل جدا. أنا مهمني جدا الشكل المبسط للشرح، علشان أنا مش قاعد في قاعة، في عايز أقول إيه، في قاعة محاضرات. أنا بكلم الناس البسطة، فعايزين نديها إيه شكل سلبي، شكل بسيط جميل جدا. فبشكرك على هذا التبسيط الرائع يعني. طب قول لي إيه هي أشكال الطاقة بشكل عام؟ أكيد لها أشكال، إيه هي أشكالها؟ طبيعي طبيعي، يعني إحنا مثلا عندنا على سبيل المثال الطاقة الكيميائية، الطاقة النووية، الطاقة الحرارية، الطاقة الصوتية، الطاقة الحركية، ليها أشكال كتير. وعشان أيضا نبسط الموضوع للمشاهدين الكرام، ممكن نقول مثلا إن سريان أو جريان المياه مثلا، إحنا بنبني سدود مائية عشان ايه؟ عشان نولد كهرباء. ولكن كيف بناخد القوة، لاحظ معايا ان القوة الحركية اللي موجودة مع سريان المياه هي هذه القوة اللي بناخدها وبنحولها الى اشكال تانية اللي هي بنولد بها كهرباء، طاقة كهرباء او غيره او حرارة او بالضبط بالضبط. والكهرباء بحد ذاتها ايضا بناخدها ونشحن بها موبايل او يعني بنستخدمها في اشياء كثيرة. جميل. فهي اللي عايز اقوله يعني إن الطاقة ما نقدرش إن إحنا نشوفها كشيء مجرد، ولا نلمسها ولا نشمها بالحواس ولا أي شيء، ولكن بنشوف تجلياتها زي الكهرباء مثلا أو الطاقة الحركية. دول أسهل حاجة إن المشاهد يقدر، يعني بدل ما نتكلم طاقة نووية وإزاي بيحصل إشعاع وكلا، لا إحنا نتكلم مثلا طاقة الرياح أيضا، يعني ما هو بيحطوا طواحين الهواء عشان من الرياح، هذه الطاقة القوة الحركية اللي مع الرياح بناخدها بنحولها الى كهرباء وبنستفيد منها. يعني هو ده الموضوع، ان الطاقه موجوده في كل شيء، حسب بقى الانسان والتكنولوجي اللي والذكاء اللي قدر يوصل له يقدر يستخدم هذه الطاقه ويحولها ويبسطها عشان يقدر يستفيد منها ويفيد الناس بيها، زي توليد الكهرباء من المياه او من الرياح مثلا على سبيل المثال. يعني ببساطه نقدر نقول ان الطاقه شيء غير ملموس لكن محسوسه، يعني انا بنحس بيها كفعل لكنها غير ملموسه، غير منظوره بمعنى الاخر. مظبوط كده؟ صحيح. طيب صحيح. طيب صحيح. معنى تاني ان كل شيء او كل حاجه متحركه لها طاقه. معنى كلامك ده ان اي شيء ساكن ليس له طاقه؟ يعني المج اللي قدام مني ده هو في حاله سكون الان، هل هو بلا طاقه؟ لا، ليه طاقة طبعا، بما انه هو مؤلف من ذرات، والذرات احنا اتفقنا ان الذرة نفسها فيها الكترونات. الالكترون نفسه ده في ليه شحنة سالبة وفي حركة مستمرة دائما او perpetual motion في اي مادة كانت، في اي شيء كان. ما انت المج اللي عندنا ده لو مسكته حضرتك وخبطت بيه مثلا على ايدك، هو ايدك هتوجع. طب وجعتك بسبب ايه؟ ازاي؟ او في طاقه. خلينا نجرب. لا بس انا ضربت الحنيه شويه. اوكي. أيوة. لا، الطاقه موجوده في كل شيء. احنا لو اكتشفنا طريقه لتوليد وتغيير شكل الطاقه اللي موجوده في ذرات او موجوده في المج اللي مع حضرتك ده، لو اكتشفنا طريقه تكنولوجيه ما هي دي التكنولوجيا، ان احنا بنكتشف. والحقيقه هنا خليني برضو عايز يعني اشير الى حاجه بسيطه. اتفضل. هي العلم والمعرفة.
يعني الذرات اللي احنا بنتكلم عنها والالكترونات وهذا العالم اللي يبدو لبعض الناس ان هو معقد شويه، طب ما هي دي اساسها ايه؟ مش اساسها معرفه؟ يعني لو الانسان ما اكتشفش الذره، هل هذا يعني ان ليس للذرات وجود؟ لا يعني. لا بالظبط. صحيح؟ صحيح. فاذا هذه هي المعرفه الخالصه الالهيه اللي موجوده في كل شيء في الكون. الانسان بقى ايه دوره؟ ان هو بالذكاء والانتليجنس والتكنولوجي والتطور اللي هو بيعمله لما يروح المعامل والمختبرات بيعمل تجارب على اشياء محدده ايا كانت. وهذا هو العلم، هو العلم هو استخلاص المعرفه وتطويعها الى ان انا شيء استفيد منه انا والبشريه يعني. فده الفرق بين العلم والمعرفه. كلام جميل جدا. فوجود العلم لا يعني ان انا خلاص جبت منتهى العلم، لان المعرفه دايما موجوده ودايما اكسباندنج، دايما في حاجات احنا ما نعرفهاش، ولكن بالعلم بناخد من المعرفه ونجرب في المعامل والمختبرات بحيث ان احنا نستفيد منها بعد ذلك. كلام ونفس الشيء الطاقه، يعني الطاقه هي مصدر، خلينا نعتبرها ان هي سورس اوف انرجي او سورس اوف باور، سورس اوف قدره او قوه. السورس او المصدر ده لو انا وصلت في المعامل والمختبرات لطرق او تكنولوجيا ما ان انا اقدر اخد الشكل الطاقي ده البيور انرجي احولها زي ما عملنا مثلا في السدود المائيه او طواحين الهواء على سبيل المثال، منتجات كتيره زي ما يعني بنعمل في الكهرباء. بالظبط كده، بالظبط كده. جديد. كلام. انت قلت لي في تعريفك للطاقه ان هي القدره على احداث حركه او احداث فعل، فما الفرق صحيح بين القدره والطاقه؟ القدره ممكن اسقاطاتها، الاسقاط بتاع كلمه القدره ممكن ناخده بشيء معنوي مثلا. ده صحيح. اقول لك هل انت قادر على مثلا تحمل هذا الموقف النفسي؟ هل أنت قادر؟ طب القدرة دي اللي عندك على تحمل صعاب في الحياة مثلا أو أحداث صعبة في الحياة، القدرة دي هل هي طاقة؟ أقول لك هي طاقة. وممكن ندخل في الموضوع ده لما ندخل لجزئيات تانية اللي هو إزاي الطاقة موجودة على المستوى، يعني بنقول عليها الطاقة الحيوية. حلو. لما نتكلم في الطاقة الحيوية هنشوف إزاي إن في قدرة فعلا جوه جسد الإنسان مخلوقة معاه، يعني هو ليس له، يعني فاهم قصدي، ليس لي فيها شيء. أنت لما بنتولد إحنا في معانا قدرة على الحركة، صحيح، قدرة على الكلام، قدرة على فعل الأشياء، قدرة على التفكير وهكذا. القدرة دي نفسها هي الطاقة، يعني الطاقة فيها القدرة والقوة اللي بتسمح لأي شيء يتحرك أو يفكر أو يعيش، يعني أيا كان. كلام جميل. عندنا تعبير جميل قوي اسمه الطاقة النظيفة أو الطاقة الطبيعية أو الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة، كلها بتحمل يعني مسميات لمعنى واحد. الطاقة النظيفة دي أو الطاقة الجميلة دي، الجميل فيها إنها مش بتسبب أي احتباس حراري، مش بتنتج ثاني أكسيد الكربون. طب ليه البشر أو ليه الدول الصناعية الكبرى ليه ما بيحاولوش ان هم ينموا هذه القدرة بشكل مستمر ويعتمدوا عليها بدلا من الطاقات الاخرى اللي هي بتسبب هذا التلوث وهذا الاحتباس الحراري وثاني اكسيد الكربون وكل المزعجات في الحياة دي؟ ايه السر في ان هم مش مركزين على هذا النوع من الطاقة، الطاقة الخضراء واللي هي متجددة واللي ما بتكلفناش حاجة واللي هي طبيعية؟ ايه رأي حضرتك؟ يعني هل في سبب اقتصادي، سبب سياسي، whatever؟ والله يعني من غير الدخول في تفاصيل السياسة والاقتصاد، أنا مش بكلمك سياسة، أنا بكلمك كمتابع. ولكن اللي أنت حضرتك بتقوله طبيعي أن يكون في أسباب اقتصادية، يعني على سبيل المثال، وأنا مش قصدي حاجة طبعا، ولكن شركة ما في بلد ما بتاعت كهرباء مثلا بتولد الكهرباء وبتوصلها للشعب بطريقة ما، خلاص، يمكن مش من مصلحتها دلوقتي ان هي شكل توليد الطاقه عندها يختلف، لان هي هتحتاج زي مثلا زي الطاقه الشمسيه. يعني لو انا عايز اوزع طاقه شمسيه للبلد كلها على سبيل المثال هحتاج برضو تكلفه عاليه عشان ابني الموضوع. ولكن هو طاقه نظيفه زي ما حضرتك بتقول، صحيح، ولكن يبدو ان الانسان، يعني خلينا نقول في اخر 200-300 سنه على ما يبدو، يعني ان مستويات الوعي
كانت في أدنى مستوياتها، يعني على الله أعلم، يعني على مستوى التاريخ في أدنى مستوياتها، بحيث إن إحنا ابتدينا نحرق الفحم مثلا أو الخشب أو كذا، وزي ما حضرتك قلت إن إحنا في انبعاثات وفي ضرر بيحصل للبيئة من حوالينا ولصحتنا كمان، حتى على مستوى التكنولوجيا عندنا الراديشنز أو الإشعاعات اللي بتطلع من الموبايلات ومن خطوط الكهرباء وحاجات كتير جدا. ولكن أنا اللي عايز أقوله يعني إن في توجهات دلوقتي، يعني أنا بشوف ناس كتير ودول بتحاول إن هي تعتمد مثلا بشكل ولو جزئي أو لو شكل بسيط في 2024 على الطاقة الشمسية مثلا، على توليد الطاقة، وإن إحنا نستفيد من هذه القدرة والقوة اللي جاية من الشمس ببلاش من غير أي فلوس، إن إحنا نبني شوية حاجات وإكويبمنتس معينة نستخدمها بحيث إن إحنا نبعت طاقة لكل الناس اللي موجودين في البلد. في توجهات ولكن يعني أعتقد هتحتاج وقت بحيث إن إحنا نقدر نقول مثلا بلد زي مثلا من غير ذكر بلد معينة إن هي خلاص كلها شغالة بالطاقة الشمسية، الكهرباء عندها. ده أعتقد بيبقى مشروع قومي، يعني مش اللي هو مثلا بالضبط، مش اللي هو جهة ما أو مؤسسة الكهرباء مثلا اللي هي تفكر تعمل كده فيلا نعمل كده. الموضوع أعقد من كده كإجراءات وكقرارات يعني، ولكن أنا أعتقد إن في توجهات حاليا لهذا الشيء، أعتقد في نتائج مبشرة بالخير كمان أستاذ صلاح. يعني مثلا معروف دلوقتي إن الألواح الطاقة الشمسية تكلفتها نزلت من سنة 2008 بنسبة 80%، يعني كون التكلفة تنزل ب 80% يعني تعتبر بقت فور فري تقريبا، يعني فده شيء جميل. وبعدين اليورانيوم كعنصر برضو للطاقة في احتياطي لمدة 100 سنة، فيعني في حاجات كده بتقول برضو إنه في مبشر يعني بشائر خير، يعني ولا إيه رأيك؟ صحيح طبعا، وأنا يعني من الناس اللي صحيح كلامك 100%، وأنا من الناس اللي بقالي تقريبا يعني 10 سنين بأنتقد إن إزاي أنا متفائل. يعني حقيقة بطاقة على فكرة، أنا بقول لك إن في ناس بتقول لي أنت مش شايف اللي بيحصل، أنت مش شايف الحروب، مش شايف. أنا شايف كل ده أكيد، ما أنا عايش مع الناس يعني. أنا واحد من ضمن البشر، ولكن الفكرة إن إحنا لما النظرة عندنا تبقى أبعد أو البصيرة عندنا تشتغل، which is هي الـ third eye chakra واللي هنتكلم عليها أو المركز الطاقي السادس يعني، البصيرة بتتفتح عندك، فبتبقى شايف بعض التفاصيل اللي بتحصل قدامك في المجتمع. مثلا القراءة، ما هي دي القراءة؟ يعني أديك مثال حضرتك. يعني أنا لو جبنا كتاب أنا وعشر أشخاص وعملنا تجربة وخلينا ادينا كل انسان منهم اسبوع يقرا هذا الكتاب، هل النتائج اللي هيجي يشرح الكتاب هيبقى كلهم هيدوك نفس النتائج ولا هتبقى متفاوته؟ اكيد متفاوته، تفاوت تام. بناء على ايه؟ بناء على القراءه وعلى هضمه للموضوع وفهمه وادراكه. احسنت، فاذا القراءه هي ليست ان انا اقرا بعناية احرف وكلمات وجمل، القراءه طبعا ممكن تبقى قراءه ما بين السطور، ممكن تبقى قراءة للأحداث، وهو ده اللي أنا أقصده، إن إحنا نقرأ ما بين السطور عشان نقدر نستخلص إن أنا شايف في حاجات حتى صحيح في حروب وفي بيحصل كل ده، وده شيء يحزننا يعني بطبيعة الحال. ولكن لو مدينا كده مثلا 100 سنة لقدام وقدرنا نشوف المستقبل، أعتقد والله أعلم يعني إن المستقبل مشرق. حتى في موضوع الطاقة اللي بنتكلم عليه والطاقة الشمسية، يعني اللي احنا شايفينه، يعني لسه حضرتك قايل دلوقتي حالا ان حتى التكلفة بتاعتها بقت اقل، ده صحيح، فده شيء يدعو الى التفاؤل ان فعلا ممكن الحكومات بعد كده لما تلاقي ان بقى في عندها مشكلة في البترول، بقى في عندها مشكلة في المية، بقى في عندها مشكلة في توليد الكهرباء بشكل عام، فممكن تروح تقول لك تعالوا نجرب الطاقة الشمسية، يضطروا، مش لازم يكونوا هم يعني مؤمنين بهذا الشيء، ولكن ممكن يضطروا، ولكن بطبيعة الحال هو شيء بيصب في المصلحة العامة، وده اللي أنا شايفه. وبإذن الله أنا يعني شايف المستقبل مشرق، عشان كده متفائل يعني، وعشان كده بأنتقد يعني. يعني أنت متفائل، ده شيء جميل طبعاً. جدا طبعا، ده شيء جميل جدا. طب أنت مش معايا أن التكنولوجيا يعني هي الأساس
هي مصدر سعادة للإنسان، والمفروض أنها تكون مصدر راحة للإنسان، لكن الإنسان هو للأسف بيستخدمها ويحولها من نعمة إلى نقمة. طب معايا في الموضوع ده ولا لا؟ يعني أنت راجل متفائل بقى. والله يعني لا معاك 100%، ولكن أحب أقول حاجة يعني فضل. بسيطة. هل كل البشر يستخدموا التكنولوجي غلط؟ مش كل البشر. لا ما احنا مش بنعمم، لكن للأسف بالزبط. للأسف بالزبط. اللي بيمتلكوا القوة هو ده أسلوبهم. يعني ما اعرفش، ولكن ولكن اللي عايز اقوله لحضرتك ان التكنولوجي زي ما هي فيها حاجات مش لطيفه بتؤثر حتى على صحه الانسان، صحيح، الصحه الجسديه والنفسيه واللي انت عايزه يعني، وبتؤثر على البيئه وكل الكلام ده، ده صحيح، زي ما هي فيها حاجات يعني مفيده إيجابية. جدا أيوة. ايجابيه. فالفكره كلها في نمط التفكير اللي احنا محتاجين نغيره. يعني بالزبط. في ناس مثلا بيسموه الفكر التنويري، which is okay، يعني ماشي تسميه فكر تنويري، سميه اللي انت عايزه، ولكن انا بلجأ لمصطلح او يعني اقول اللي هو فكر تحليلي، فكر نقدي، ان انا كل حاجة اشوفها في حياتي يجب ان يكون ليها سبب، وقانون السبب والنتيجة هو قانون الهي. يعني لا يمكن باي حال من الاحوال ان شيء يطلع من عدم، زي الطاقة كده لا تستحدث من عدم، لازم تكون موجودة الأول في حاجة، فأنا أخد القوة والقدرة من الحاجة دي أيا كانت هي إيه وأبتدي أحولها. كلام جميل. بالضبط. فأنا شايف هو ده الموضوع، إن تغيير نمط الأفكار إلى 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 تفكير تحليلي نقدي علمي. إن أنا أروح مثلا على سبيل المثال، إيه المشكلة لو أنا حطيت كتيب صغير في مناهج المدارس بشكل عالمي على مستوى العالم، أعلمهم قانون السبب والنتيجة على سبيل المثال، وده شيء يعني أضعف الإيمان زي ما بنقول، ده أساسي. أعلمهم إن يا أطفال يا حلوين، لما حاجة تحصل لك في حياتك تضايقك، ده مش معناه إن أنت وحش، أو ولا معناه إن اللي قدامك وحش، معناه إن في تجربة أنت محتاج تتعلم يا حبيبي. يعني مثلا الطفل لما بيجي يحط إيده على النار، ولو قلت له 100 مرة النار هتحرق إيدك، مش برضو بيروح يحط إيده لغاية ما يتحرق هو ويتلسع من النار وبعد كده يبطل؟ فإذا الفكر ده أعتقد يعني إن هيفيد كتير حتى في موضوع التكنولوجي اللي حضرتك بتقول عليه، هيخلي الأجيال اللي جاية تقدر تستفيد فعلا من التكنولوجي دي وتستخدمها بأفضل ما يمكن، يعني بما يفيد البشرية. يعني فترة طويلة إحنا وناس كتير من المفكرين في بلدنا إن إحنا عايزين نغير شكل التعليم في مصر، ما يبقاش مبني على الحفظ والتلقين، عايزين يبقى الطفل يتعلم إزاي ينقد، تفكير راقي، مش بس تحصيل حفظ وتلاوة وخلاص. لو 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 يعني تبنينا هذا المنهج اكيد هنطلع العقليه اللي احنا بندور عليها اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي. صحيح صحيح. وانا يعني مش بس في مصر ولا في الدول العربيه، انا بشوف يعني كل دول العالم الثالث للاسف. بالضبط بالضبط. انا بشوف ان كلنا واحد، يعني في النهايه كلنا كائن بشري وتسكن داخله الروح، فكلنا جايين من نفس المصدر وكلنا شيء واحد، وان ان 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 يعني إن شئنا ما بيننا إن دمرنا هذه الأرض فستدمر على رؤوسنا وإن يعني عملناها بشكل كويس فهتبقى حاجة حلوة لينا كلنا أيضا، فكلنا بنتأثر بهذا الشيء. يعني ما تقنعنيش إن حد مثلا في أمريكا ضرب نووي فما أثرش إن هو مش عارف حتة تانية. بالضبط. فكلنا لازم كبشر الوعي البشري هو اللي إحنا محتاجين ناخد بإيده، دي اللي بيسموها النخبة، وأنا بشوف هي دي النخبة الحقيقية. النخبة التي هي قادرة على تغيير نمط الفكري، تغيير نمط الأفكار القديم. أتفق معك، لأن في حاجات الاتفاق ينفع صح. نستخدمها وحاجات ممكن نستبدلها بحاجات تفيدنا أكتر، إيه المشكلة؟ بالضبط. بس النخب دي دايما محتاجة لقوة أكبر، لأنهم دايما الناس دول بيبقى سلاحهم أبيض، فالنخب دي بتبقى محتاجة قرارات سياسية، بتحتاج دعم، لان الناس النخبه دول ما بيعرفوش ينزلوا لرجل الشارع،
عكس أي فصيل إرهابي تاني ممكن يغسل دماغ شباب بمنتهى السهولة. لكن النخب دول بيبقوا دايما قاعدين في أبراج عجية إلى حد ما، أصحاب اليقظة البيضاء دولت، فمحتاجين دعم. والله أبدا أستاذ جو، والله يعني بأمانة يعني مش في منهم، في ما أقدرش يعني أقول لأ، ولكن في منهم كده وفي منهم لأ، في منهم بيحاولوا يشتغلوا، بيحاولوا فعلا عايزين يفيدوا نفسهم أولا ويفيدوا الناس وكده، ولكن ساعات بيقابلوا يعني بالرفض، او بيقابلوا بالاهانات احيانا، او بالتنمر عليهم وهكذا. وشفنا امثله كتير، واحنا عارفين طبعا ان اي حد بيجي بفكره جديده بناءه، يعني واحد اوريدي قاعد وبيكسب فلوس وشغال وزي الفل وتمام زي ما بنقول، فانت هتيجي بقى تقول لي غير وبدل؟ لا يا عم، خليك في حالك وخليني في حالي. بالظبط. ولو حاولت ان انت تفرض رايك هيحاربك. صحيح. هو الحقيقة كل الناس النخبة بيحاولوا وكلهم بيجتهدوا وكلهم نواياهم سليمة، بس هي المشكلة أسلوب التواصل بينهم في فجوة، في فجوة كبيرة، في جاب كبير بين الناس دولت اللي قاعدين في قمة الهرم الثقافي والفكري، وبين الناس رجل الشارع اللي تربى على تعليم ضايع، تعليم فاشل، يعني عارف مفيش لينك عارف يوصلهم ببعض. لكن لما بتيجي إرادة سياسية عليا تفرض عليهم الوضع الصح، الكل بيتقبله. فعشان كده بقول لك الناس دول محتاجين إرادة سياسية تفتح لهم الأبواب عشان يعرفوا يكلموا الناس من خلال وسائل الإعلام، من خلال التواصل، من خلال فتح المكتبات، من خلال زيادة الدعم الثقافي اللي احنا محتاجينه النهاردة. لكن طول ما احنا عايشين في جو كئيب وتعليم فاشل، فما فيش امل انك هتنهض ببلدك. ده اللي احنا بنقوله. يعني على سبيل المثال، مثلا انا عندي لك كم سؤال هنا، هو هياخدنا يعني، معلش، هو احنا بنحاول بنتكلم في مستوى راقي شويه، لكن الحاجه بتفرض نفسها. الطاقه اللي احنا بنتكلم عليها، الطاقه النهارده لما تمشي في الشارع هتركب مع سواق توك توك هيكلمك عن الطاقه، لو سواق اتوبيس هتلاقيه بيكلمك عن الطاقه، لو مش يعني لو المدام راحت عند الكوافير هتكلمها عن الطاقه. بقت كلمه متداوله على الالسنه لدرجه ان هم حفتوا فتاوي انا هسالك فيها وتجاوبني عليها. بس ارجوك يعني يعني انا مش بنسخر من الناس، لكن الحقيقه هي حاجات وصلت لحد لدرجه الاشاعه. يعني عارف مثلا لما يقولك مثلا ايه، ان تطويل الاظافر بيجيب طاقه سلبيه، ايه رايك في هذه المعلومه منتشره؟ مثلا الزهور الصناعيه في البيوت بتجيب طاقه سلبيه، دي بقت مسلمات دلوقتي، يعني عارف ازاي، يعني مسلمات. طبعا يعني انت كرجل درس للطاقه، ايه علاقه تطويل الاظافر بان الطاقه السلبيه تيجي، او ايه علاقه ان اجيب زهور صناعيه فتجيب لي طاقه سلبيه؟ دي فتاوي. أي. في ناس بتهبد زي ما بيقولوا التعبير بتاع السوشيال ميديا النهارده، يقول لك ده فلان ده بيهبد. في ناس بتهبد وبتقول هذا الكلام بدون سند علمي، لكن يعني نوع من المشاركه في بس العلم، واخد بالك، بشكل سلبي. انت ايه رايك في الكلام ده؟ هل تطويل الاظافر يجيب طاقه سلبيه؟ هل النباتات الصناعيه تجيب طاقة سلبية في البيوت؟ السؤال ده انا اتسألته على فكرة لما قلت لهم انا هعمل حلقة عن الطاقة السلبية، فقالوا لي طب بصراحة احنا سمعنا ان النباتات الصناعية بتجيب طاقة سلبية في البيت، ما نجيبش نباتات صناعية في البيت؟ ايه رأيك في الأسئلة ديت؟ وايه إجابتك؟ أقول لحضرتك أنا مش عايز أنزل بالمستوى العلم الراقي اللي احنا بنتكلم فيه، لكن معلش هي حاجة مطلوبة. بالعكس، دي حاجة جميلة جدا، بسبب ان هي بتمس كل انسان، يعني مش لازم يبقى راجل مفكر او باحث او كاتب او كذا عشان يتكلم. لا بالعكس، يعني انا شخصيا لست ضد ابدا ابدا ان رجل الشارع البسيط في اي بلد في الدنيا يتكلم في الطاقه ويقول والله ده طاقته وحشه، طاقته يا عم بطل بقى كلام، طاقه جبت لي طاقه سلبيه، بيقولوا كده. انا بسمع ايضا الكلام ده. هو من حقه يقول، بس يقول كلام من حقه طبيعي، لكن طبيعي. ما يشوشرناش. بالظبط بالظبط. احنا دورنا بقى ان احنا نحاول نشوف الموضوع ده علميا ممكن يعني نترجمه ازاي، على اساس ان احنا لو قدرنا نوصل له عبر الوسائل التكنولوجيه ايضا زي يوتيوب وغيره والسوشيال ميديا والكلام ده، ما هي ايضا تكنولوجيا، ما احنا ممكن نستفيد بيها اهو، يعني جات لنا فرصه ان احنا نتكلم عن ده.
على سبيل المثال موضوع الضوافر. طب احنا عارفين ان الضوافر يعني أنا لو واحد بيلعب انا اسف سمعتكش يا استاذ صلاح. موضوع ايه يا فندم؟ الضوافر، تطويل الضوافر. اتفضل. ممكن يجيب مثلا بيقولوا طبيعي انه ممكن يجيب لك امراض وانت بتاكل. فاحنا بالفكر التحليلي بقى، لو الانسان البسيط اتعلم ازاي يفكر، ما هو اهم من التفكير طريقه التفكير يا فندم. اتعلم ان هو يحاول يرجع كل حاجه، ان في قانون اسمه قانون سبب ونتيجه. النتيجه دي لازم يبقى في اسباب سببتها، وبعد ظهور النتيجه هيظهر ايضا اسباب لنتيجه اخرى، وهي تشين، هي سلسله كامله، وهذه هي الحياه، دائره الحياه. فانا لما اجي اعرف ان الضوافر لما بتطول ممكن تمرضني، تسبب لي الام في المعده بسبب ان بعض مثلا الاجسام الدقيقه تحت الضوافر دخلت في المعده فسببت لي الام، او سببت لي نغصت عليا حياتي، او ايا كان. احنا دخلنا قضيه ثانيه، دخلنا قضيه النظافه. احنا كده دخلنا قضيه النظافه مش الطاقه بالظبط. ما هو هنا لبس الكائنات الكائنات الدقيقه دي هي بحد ذاتها هي مخلوق ايضا طبعا، يعني هي مخلوق طبعا. ولكن وجود هذا المخلوق في بيئه غير بيئته بيسبب فعلا طاقه سلبيه، او بيسبب المرض. المرض بيجي منين؟ من الطاقات السلبيه. فيعني انا مش بطالب رجل الشارع ان هو يقول التحليل اللي انا قلته ده، ولكن بطالب ناس زي حضرتك، زي اي حد متعلم ومثقف ومن النخبه، ان هو يحاول يوصل التحليلات دي، او يوصل الفكر التحليلي، ان رجل الشارع لما يسمع حاجه زي كده من واحد صاحبه مثلا يفكر، فبعد ما يفكر ما يلاقيش اجابه جوه دماغه، فيروح يبحث بقى على التكنولوجيا اللي هو بيستخدمها طول الوقت في ان هو يتفرج على اشياء بتضيع له وقته على الفاضي. يروح يستخدم التكنولوجيا دي ان هو يبحث هي ليه الضوافر، ايه اللي بيحصل، فيعرف ان في كائنات دقيقه بتسبب لي كذا. طب التردد بقى اللي هنتكلم فيه بعد كده، الكائنات الدقيقه دي التردد بتاعها هل هو in resonance، في رنين مع ترددات المعده عندي، ويعني فهيبتدي يعرف ده فعلا طاقه سلبيه. بمعنى يعني الرجل البسيط، طاقه سلبيه بمعنى ان حاجه هتضرك، يعني حاجه مش كويسه ليك بالظبط. احنا كل اللي بنتمناه، يعني كل اللي بنرجوه الرجل الشارع انه يتكلم، بس يوقفوا تحت، يعني يعملوا المحبس بتاع الفتاوي والهبد ده يتقفل شويه، او يتقفل خالص، عشان يدوا فرصه للحقيقه انها تبان. ما هي دي مشكله. طب ما قلتليش بقى النباتات الصناعيه ايه رايك فيها؟ الازهار الصناعيه نفس الشيء. ممكن صناعه الماده اللي اتصنعت منها هذه الزهور الصناعية ممكن تبقى فيها بتتفاعل مع حاجة معينة لما ترش عليها أو بتاع فتسبب لك نفس الفكرة. لازم نفكر بهذه المنهجية. وعلى فكرة أنا عايز أقول حاجة بسيطة جدا، إن أنا معاك 100% طبعا، وأحترم رأي حضرتك، ولكن تعال نشوف في رأي تاني برضو ممكن نطلع عليه، اللي هو طبعا إيه؟ ماله، شيء جميل، اللي هو هل أنا لو قفلت المحبس أو لو منعت شيء، هل هذا سيؤدي حقيقة في عمق الأشياء بقى، هل هذا سيؤدي إلى فعلا اختفاء هذا الشيء، ولا كل ممنوع مرغوب؟ لا، ما هنا إيه نقطة بقى، نعمل إيه؟ نقطة من فضلك بالضبط، نعمل إيه؟ فضل. نقطة من فضلك، أنا هنا كلمة أقفل المحبس، واخد بالك، لست أعني بها تماما الإجبار أو الفرض. أنا ضد إن إحنا نحرم حد انه يعبر عن رايه او يقول حاجه. حتى لما انتشرت موجه الشباب، الاغاني الهايفه بتاعت الشباب اللي بيسموها شبابيه ديت، خدت بالك؟ ولو تفتكر كان الفنان هاني شاكر طلب بمنعهم ومش عارف ايه، انا كنت ضد المنع ده رغم ان انا لا احترمهم ولا اسمعهم، لكن خلي كل واحد يقول، بس اطرح بضاعه جيده، اطرح بضاعه جيده في السوق، ما تسيبش البضاعة الرديئة لوحدها، اطرح بضاعة جيدة في السوق، البضاعة الجيدة هي اللي هتطرد البضاعة الرديئة. تماما. فأنا 100%. في واحد بيهبد وعمال يقول فتاوي غلط، لا، حط المعلومة الصح للناس، نور الناس، فاللي هيسمع المعلومة الصح هيوقف اللي بيدي معلومة غلط عند مكانه، ده قصدي، لكن أنا ضد المنع تماما. الإنسان دي حرية. أنا معاك. الحرية لازم يتنفس حريته، ولازم يعبر عن رأيه أيا كان. سواء أنا متفق معاه أو مختلف معاه، بس ما سيبهوش يبص سموم
أو ينشر أمراض فكرية في مجتمع. ده قصدي، خدت بال حضرتك؟ ده قصدي من حكاية. لا أنا معاك طبعا أستاذ جو 100%. أشكرك. بس الفكرة برضو لو جينا بصينا عليها، أن أنت لو مثلا في مجموعة من الشباب 10 شباب مثلا، في واحد منهم بيبث هذه خلينا نقول الحاجات الغير مظبوطة مثلا، واحد منهم تاني بيقول حاجات مظبوطة، أيوه، الثمانية الباقيين هيسمعوا الرأيين. صح، هو ده اللي أنا يعني نفسي يبقى حاصل. هو ده الصح، لازم نطرح الرأي والرأي الآخر، ده بدون شك يعني. بالضبط. احنا ضد الحجر بالزبط. يعني لا، كل واحد يقول اللي هو شايفه واللي هو عايزه، ولكن لما الناس تشوف ان في رأي آخر تتشدله وتحس ان هو ده الصحيح فتبتدي تمشي وراه، فانا اوريدي خلاص كسبت. لو كانت معركة يعني بين الجهل والعلم او النور والظلام او ايا كان، فانا كسبت المعركة من غير اي مشاكل خالص. انا مجرد بقول رأيي والناس عليها هي اللي تختار. صحيح. ولكل استحقاقه يعني في النهاية. في كمان، واحنا لسه مع موضوع التكنولوجيا وهو من خلال الطاقة، بيقولك ان التكنولوجيا او الجسم البشري في تناغم حسي متكامل مع بعض، كل حواسنا الخمسة متناغمة مع بعضها، وان التكنولوجيا اثرت على بعض الحواس اللي بيتمتع بها الناس، وانتصرت لحاستي النظر والسمع على باقي الحواس. والدليل على كده ان النهارده كل وسائل الاعلام الموجوده في على مستوى العالم كله بتعتمد على حاستي النظر والسمع بس، فبالتالي حاسه السمع والبصر طبعا ان بقت في حاله تنامي عكس الحواس التانية اللي الشم واللمس، والشم أكثر الحواس تأثرا وضررا من تنامي هذه الفكرة. فأنت إيه رأيك في الكلام ده، وإزاي أنا أنقذ الحواس الباقية؟ يعني عندي حاستين اشتغلوا وثلاثة راحوا في الوباء مع هنادي، طب إزاي إحنا نحافظ على التكنولوجي وفي نفس الوقت نحافظ على الثلاث حواس التانيين، الشم واللمس، يعني حاجات أساسية، واخد بال حضرتك؟ طبعا والله لسه مع يعني اعتقد بشكل ان احنا عارف لما بيقول لك في شركه الكهرباء رشدوا الاستهلاك على سبيل المثال، ان احنا نرشد اطفالنا، يعني يبقى في رشد في العمليه ان احنا ازاي نستخدم، لان زي ما حضرتك قلت طبيعي ان انا لو ماسك الموبايل وقاعد باصص فيه طول اليوم طبيعي ان حاسه النظر يبتدي يحصل بسبب الراديشنز والفريكوينسيز اللي طالعه البصريه او اللي طالعه بالظبط، اكيد هتسبب لي ضرر ايا كان، حتى لو انا مش عارف ايه هو بالظبط ولكن هتسبب لي ضرر، بدليل ان انت تعمل كده وعينيك توجعك بعد شويه وهكذا. لو سمعت اصوات عاليه واصوات متداخله وترددات متداخله لوقت طويل ممكن بعد شويه يجي لي صداع، ما اعرفش انام، احس اسمع صوت بنسميه طنين الاذن في ودني طول الليل وما اعرفش انام. صحيح. مستويات الهرمونات عندي يحصل لها مشكله، يحصل ارتفاع في الكورتيزول، يحصل ما اعرفش ارتفاع في الادرينالين، يحصل كذا، يحصل كله بسبب اشياء زي ما حضرتك بتقولي، هو التاثير على الحواس. ايوه. يعني وفي ناس بتوع الكونسبيرسي ثيوري بيتكلموا ان ده شيء ممنهج يعني، ولكن انا بشوف يعني الانسان قادر على ان هو يتلاشى اضرار كثيره بان هو لو ايه يعني زي ما بيقولوا استيقظ، زي ما بيقولوا ايه يا فندم، استيقظ او صحي يعني استيقظ ويك اب. اوكي. طب قول لي انت شايف ان الحواس البشريه هي عقلانيه ولا عاطفيه؟ حواسنا الخمسه. الحواس الخمسه، تعال ناخد مثال. تعال نشوف الصوت او الشم مثلا او حتى النظر. انت لما بتشوف مثلا او بتشم رائحه، كان مثلا والد حضرتك بيحط هذا البرفيوم من زمان فانت شميت، فاذا هنا في عقلاني او خلينا نقول ميكانيكي، تمام، علميا في حاجه ميكانيكيه بتحصل، بان ايه اللي بيحصل، ان الذرات
والفريكونسيز ترددات الشم بتطلع من الانف بتطلع الى الدماغ يترجمها على انها هي الرائحه الفلانيه. طب الرائحه الفلانيه دي لما ترتبط معايا بذكريات معينه، فالموضوع دخل في موضوع اهو قلبي او موضوع نفسي او يعني المسمى الثاني اللي حضرتك سميته اللي هو غير العقلانيه. أيوة. انا العقلانيه ممكن اخدها بحيث انها تبقى ايه عاطفيه او كذا. يعني انت لما تفتكر من ريحه معينه تفتكر صوره من 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 20 سنه وتبتدي تدمع على الموضوع، ما دي عاطفيه. ولكن سبب العاطفيه دي جت منين؟ جت بسبب ان الرائحه ترجمت في الدماغ، فالدماغ وراك صوره معلقه في الذاكره ترتبط بهذه الرائحه. كلام سليم. تبقى حضرتك زي ما بنسمع اغنيه لطيفه كنا نسمعها من يعني مثلا انا في والدي الله يرحمه مثلا كان بيحب يسمع حاجات موسيقى فرنسيه ومغنيين فرنسيين كتير والكلام ده. انا عمري ما سمعت الموسيقى دي وانا شاب يعني، ولكن لما بتيجي قدامي بالصدفه بفتكره وبفتكر صورته قدامي فاذا هنا في حاجه مؤثر خارجي اثر عليا بشكل منطقي علمي على المستوى البيولوجي صحيح، وفي حاجة جات لي على المستوى النفسي ان انا افتكرت الصور فالمشاعر اتحركت. ده شيء ارتباط لا يمكن حله، وده شيء طبيعي لان الانسان هو روح ونفس، يعني الانسان هو بيكون من العنصرين، يعني ده شيء جميل. بالظبط. طيب قول لي التعبير الحقل المغناطيسي الطاقي المعلوماتي، ما هذا الحقل؟ طبعا. طيب نبدأها إزاي؟ أقول لك مثلا طيب الكهرباء مثلا، السلك الكهربائي هو مش بيبقى فيه يعني حين توجد الكهرباء ألا توجد المغناطيسية؟ بالطبع الطاقة المغناطيسية بتتولد بس كده. من هنا بقى ننطلق إلى الجسد البشري. طب الجهاز العصبي أليس فيه كهرباء تسري في جسد الإنسان؟ كمية كبيرة. يعني في ناس في علماء بيقولوا ده الإنسان ده طلع كائن كهربائي أصلا، في ناس بيقولوا ده روبوت ولكن متطور جدا، فاهم قصدي؟ تكنولوجيا إلهية عظيمة كده، هو روبوت كهربائي. صحيح. عمليات بايو إلكتريكال وبايو كيمستري بتحصل، أو بايو كيميكال بتحصل داخل الجسد. فإذا طالما في كهرباء في الجسد يبقى طبيعي يكون في حقل مغناطيسي. صحيح. بالنسبة للمعلومات، طيب أنا مثلا لو حد عنده مشكلة في مثلا نطاق المعدة مثلا، خلينا نقول طيب نطاق المعدة ده مربوط بمين؟ مربوط بغدد هرمونية ومربوط بمراكز أو بنسميها تجمعات عصبية أو يعني شبكة عصبية، تمام؟ مربوط بالأنسولين ومربوط بالكلام ده كغدة يعني. ومربوط أيضا بهذا التجمع العصبي. طيب هذا التجمع العصبي إن كان فيه ضرر ما، لو كان فيه خطأ ما أو خلل ما في الإشارات الكهربائية اللي جاية لهذا التجمع العصبي عند المعدة من الدماغ، ألا يعني ذلك أن هناك حقل مغناطيسي في مشكلة أيضا بالزبط. تبعا لهذه المشكلة في الكهرباء؟ هي دي المعلومات. إن كان فيه مشكلة في إفراز الأنسولين مثلا أو أي خلل ما، ألا يعني هذا أن الحقل الطاقي المعلوماتي المغناطيسي هيكون فيه مشكلة تبعاً لهذا النظام اللي فيه خلل؟ هو ده يعني، هو ده الحقل المغناطيسي المحيط بجسد الإنسان واللي بيسموه هالة. هالة. هالة الإنسان. هالة الإنسان. هالة أو أورا. بالضبط. فهذا الحقل المغناطيسي تكمن فيه كل المعلومات بتاعت البيولوجي اللي بيحصل في جسدنا، عن طريق المثال اللي اديته لحضرتك ان لو في اوامر واشارات كهربائيه فيها خلل ما، بغض النظر الخلل ده سببه ايه، يعني هنتكلم في ده بعدين بالمشاعر وكده لنا بالظبط، ولكن هناك خلل. طب لما يبقى عندي خلل ما في الكهرباء، الا يعني ذلك هينعكس على المغناطيسيه ولا لن ينعكس؟ بالظبط. سينعكس طبيعي بالضرورة. طبيعي. خدت بالك؟ فهي طب ما هي الطاقة الحيوية؟ تعبير بيتداول كثيرا وبنسمعه كثيرا لكن محتاج إيضاح، محتاج فهم أكتر. صحيح. إيه هي في طاقة حيوية؟ إيه هي الطاقة الحيوية؟ الطاقة الحيوية بتسري في جسد الإنسان عبر ميريديانز أو خطوط طاقة، مش يعني مش ده موضوعنا، ولكن ما هي الطاقة الحيوية؟
يعني انت ساعات بتقول والله ما عنديش طاقة اقوم من السرير النهاردة، صحي من النوم حاسس ان انا مش قادر، صحيح؟ وبنقولها ان والله ما عنديش طاقة. طيب الطاقة الحيوية احنا اتفقنا ان الالكترونات بتتحرك، مش اتفقنا على ده في الاول؟ ده بلا جدال. تمام، طالما الالكترونات بتتحرك، طب الميتوكوندريا او الخلايا اليست مؤلفة من ذرات؟ اليس يوجد فيها الكترونات متحركة فيها. اهتزاز بالضبط، بتتحرك في حركة اهتزازية. هذه الحركة الاهتزازية بتاعت الالكترونات بتولد طاقة. انت لو مسكت مروحة لقيتها قدامك بتبرد لك الموضوع، ففي حرارة بتطلع. فاذا هذه الحركة الالكترونات بتتفاعل مع مادة الفوسفات في داخل الخلايا، مما ينتج عنه الـ ATP او أدينوسين ثلاثي الفوسفات الـ ATP. هذه المادة حين حصول أو حدوث عمليات الاحتراق بتولد طاقة، مما يدعو طبعا باقي أعضاء الجسد إن هي تفانكشن بشكل يعني كويس، وهي دي الطاقة الحيوية. وطبعا ليها مراكز، وهي دي الشكرات اللي هما يعني في الحضر. هنتكلم في الشكرات طبعا، انا مستني حضرتك للاسئله دي عشان نربط الطاقه الحيويه بالشكرات. دلوقتي هنخش بقى للنقطه الجديده برضو لها علاقه بالطاقه، الا وهي الشاكرات، الخلايا العصبيه مع الغدد الهرمونيه. دي بايه موضوعها بالظبط؟ لان برضو للاسف الشديد كسر الهبد عن موضوع الشاكرات الايام دي، فقول لنا بشكل علمي ايه هي الشاكرات، وإيه الفرق بينها بين الشاكرات بتاعت عالم أو دول الشرق الأقصى وبين العالم الغربي، وهل هم 7 أم أكثر أم أقل، وإيه وظيفتها، وكل ما يخص موضوع الشاكرات. حسيبك تنطلق وتعطيها لنا كمحاضرة عامة. احاول اقولها برضو بلغه بسيطه، يحاول الانسان اللي بيسمع، الانسان العادي اللي سمع كتير عن الشاكرات وهو مش قادر يصدق يقول ايه اللي بتقولوه ده وكذا. لا احنا هنكلمك كلام يعني شبه يعني علمي كده عشان نقدر نتواصل مع بعض. اولا الشاكرات هي اكتر من 7 بكتير طبعا، ولكن الشاكرات الاساسيه هي 7، وهي ممتده على طول العمود الفقري الى الراس يعني. جميل. الشاكرات دي بيقصدوا بيها اصلا في الثقافه الهنديه ان الشاكرا هي العجله او الدولاب الطاقي، العجله الطاقيه يعني هي بتدور سواء مع كلوكوايز او كاونتر كلوكوايز، بغض النظر مش ده موضوعنا. موضوعنا هل الشاكرات دي اصلا ليها وجود حقيقي؟ طب احنا لو تخلينا عن اسم الشاكره، اسم الشاكره ده شلناه على جنب، وخلينا نقول مركز طاقي، ايه راينا كده؟ حلو نقول مركز طاقي قريب شويه للفهم يعني، المركز الاول الثاني الثالث لغايه السابع. طيب المركز الاول which is هو بيقولوا عليه الروت شاكرا او شاكرا الجذر، ده مرتبط طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده بشبكه عصبيه ممتده مع في نفس نطاق تواجد الغدد الهرمونيه على طول العمود الفقري الى اخر الراس. طيب فأنا عندي الروت شاكرا في الأول مرتبطة بالغدة الكظرية، والغدة الكظرية بتفرز لي إيه؟ بتفرز لي مثلاً أدرينالين، نور أدرينالين، كورتيزول. فبتلاقي بتوع مثلاً اللي حضرتك تقصدهم بيقول لك لو عندك مشكلة مع المحيط أو في البيت اللي أنت قاعد فيه، أو لو عندك مشكلة في الفلوس في المادة، أي مشكلة مادية، فبتصاب عندك شاكرا الجذر بلوكج طاقي، او هما بيقولوا كده which is صحيح. ولكن على المستوى العلمي عشان نفهم ده لازم نقول ان في غده هرمونيه اسمها الكظريه وبتفرز لي الهرمونات كذا وكذا وكذا زي ما قلنا، والهرمونات دي بتتفرز في حاله الخوف او حالات يعني الادرينالين مثلا في حاله الكر والفر، لو انت مثلا يعني
يعني في مشكله وهتحارب او كذا، ففي ادرينالين بيتفرز لاما كر او فر، صحيح؟ الجسم بيفرزه في حالات مثلا الكورتيزول، في حالات التوتر الشديد والقلق ايضا بيتفرز الكورتيزول. فاذا الموضوع الشكرات مرتبط ارتباط وثيق بالهرمونات وبالغدد الصماء او الغدد الهرمونيه اللي منتشره زي ما قلنا على طول عمود. فهي دي الشكرات باختصار شديد، والحاله النفسيه للانسان يعني طبعا بالضبط اللي هي ما هو احنا اتفقنا ان الكورتيزول هو هرمون التوتر، معروف هرمون التوتر والقلق. فلما يبقى عندك مشكلة توتر في حياتك بسبب الفلوس، بسبب عندك مشكلة في البيت، عندك أي مشكلة ليها علاقة بالتيريتوري بتاعتك، بتصاب شاكرا الجذر أو الروت شاكرا، بتصاب ببلوجج بنسميه بلوجج، هما بيقولوا بلوجج طاقي أو كذا أو كذا. بس هو ده الرابط، إن فعلا الهرمونات دي المشاعر دي مرتبطة معاها، وفعلا المشاعر والهرمونات دي مرتبطين مع بعض في هذه المنطقة، واخد بال حضرتك؟ عظيم. مثلا على سبيل المثال لو طلعنا مثلا في الشاكرا اللي بعديها، شاكرا السيكرال شاكرا أو شاكرا الجنس مثلا، طب ما هو دي ليها علاقة بالجهاز التناسلي الأنثوي والذكري أكيد، وليها علاقة بالتستوستيرون وليها علاقة بالأستروجين بالزبط. لو طلعنا برضو تاني هتلاقي في عندك شاكرا السولار بلكسز أو الضفيرة الشمسية، الشاكرا دي مرتبطة بالأنسولين. لو طلعنا شاكرا أو مركز الطاقي في القلب مرتبط بالغدة الزعترية ومرتبط بالجهاز المناعي. لو طلعنا شاكرا الحلق الثروت شاكرا هتلاقيها مرتبطة بالغدة الدرقية. لو طلعنا فوق هتلاقيها مرتبطة نخامية وبعدين صنوبرية. نفس الشيء التصنيف أو الشرح العلمي للموضوع ده هو ده مراكز الطاقة الحيوية، ولكن إحنا بنقول مراكز طاقة حيوية وبنتعامل معاها على هذا الأساس. هم بيقولوا شاكرات، وطبعا أنا مع حضرتك ومع الناس إن هم معاهم حق، إن لما يشوفوا ناس كتير بتاخد الموضوع في موضوع يعني إن هو أنا مديتيشن وتأملات وموضوع تحس إن هو غير مقنع، لأن دايما لازم يكون في حاجة اسمها الريزن، لازم يكون في حاجة منطقية الإنسان يفهمها. أنا يعني أنا لا أعترض، بالعكس أنا مع حضرتك 100% في ده. عشان كده إحنا بنحاول نربط اللي هم بيقولوه بالشكل العلمي عشان يبقى الفهم أبسط لموضوع الشاكرات. لا، هي وجودها حقيقي فعلا، والعجلة الطاقية الشاكرة زي ما قلنا قبل شوية إن طالما في طاقة بايوكيميكال وطاقة بايوإلكتريك، الكتريكال انرجي اللي هي من الخلايا والتجمعات العصبيه الشبكه العصبيه زائد الافرازات الهرمونيه، طب ما هو دول طاقه، هي مش طاقه دي بتديني الحقل المغناطيسي زي ما قلنا من شويه؟ ففي هنا عند كل تجمع بتلاقي من بره في الحقل المغناطيسي، وهو ده الموضوع اللي هو بيتكلموا فيه. ولكن بشكل علمي يعني اعتقد ان احنا بنكون ان شاء الله قدرنا نغطي بعض الجزئيات بحيث ان الناس تقدر ده الموضوع طلع كذا وكذا وكذا. طب هل في خلاف او ايه اوجه الخلاف بين الشاكرات لما تناولها جماعه الشرق الاقصى ولما تناولها الناس في الغرب؟ يعني هل في خلاف في والله هي يعني تقريبا هي هم بيقولوا يعني اللي واخد الموضوع بشكل علمي كطاقه حيويه وكمراكز طاقه حيويه في الجسد واخدها بشكل علمي، واللي واخدها بشكل يعني الشكل الثاني اللي هو مش عارف بيسموه روحاني او مش عارف يعني بغض النظر روحاني يعني العقائد الشرقية. ولكن انا يعني انا ليا بس كلمه شهيره بقولها لاصدقائي دايما، ان الانسان الروحاني هو الانسان اللي عنده علم. يعني الروحانيه باختصار هي العلم. ما انت بتحاول تعمل ان الشاكرات موضوع روحاني ومحدش فاهمه، ما احنا لما فهمناه اذا الروحانيه هي العلم. كل ما تعلمت أكتر هتوصل للروحانية. يعني حتى لو كان في entities أو كان في مش عارف بيقولوا عفاريت وما يعني الكلام ده، طب ما هو الكلام ده لو فعلا موجود يبقى لازم يكون ليه تفسير فيزيائي يا فندم. لازم يكون ليه تفسير فيزيائي، فاهم قصدي؟ فإذا أنا بشوف أن الروحانية دايما هي العلم، ده رأيي الشخصي يعني. ولهذا السبب بعض المعترضين عن أو المعترضين على فكرة الشاكرات واللي بيقولوا ان ده مجرد هراء وتفكير بتاع ثقافة شرق أقصى
وجهة نظرهم انه في حالة التشريح هذه الشاكرات ما بتبانش، فطالما ما بتبانش يبقى هي ملهاش حقيقة، ملهاش وجود، واخد بال حضرتك ازاي؟ صحيح. دي وجهة نظر. صحيح. طب إيه انت؟ ما هو معلش يعني انت يعني هما لما بيشرحوا جسد الانسان بيشوفوا الذرة؟ لا، ما بتبانش معهم الا لما يدخلوا يشوفوها. طب انت عايز تشوف الحقل المغناطيسي، في تجربة، في جهاز اسمه الفيروسيل. الجهاز ده زي يعني شريحة زجاجية بتدهن بمادة معينة وبيحطوا عليها مغناطيس، مغناطيس عادي. بيبتدي يظهر الحقل المغناطيسي، بتبقى شايفه قدامك. طب ما هو ده ما كانش ظاهر قبل كده، هل يعني انه غير موجود؟ لا، موجود يا فندم، بس انت بعينك المجردة غير مؤهلة ان هي تشوفه. يعني التشريح مش اكيد مش هتشوفه في التشريح. بالظبط، ده كلام جميل. مع انتهائنا بالشاكرات نشكرك كثيرا وجزيلا جدا يا مستر صلاح، واستمتعنا معك في الحلقة الجميلة ديت، وإن شاء الله لنا حلقة تانية هنكمل فيها بقى موضوع الطاقة والصوت والموسيقى. معايا مستر صلاح؟ معاك يا فندم. فأنا بسيبك بسلام الآن، وإلى لقاء في حلقة قادمة بنعد جمهورنا الكريم ديها، وحنتكلم عن طاقة الصوت وطاقة الموسيقى مع الميوزيشن الأستاذ صلاح منير. فإلى لقاء في الحلقات القادمة بإذن الله، وبعد كده عندنا حلقة ثالثة هنتكلم فيها عن التشافي والعلاج بالموسيقى، وإيه علاقة جسد الإنسان نفسيا وجسديا، إيه علاقته بالاستشفاء بالموسيقى وطاقة الموسيقى. بكرر شكري لحضرتك مستر صلاح، وإلى لقاء قادم بإذن الله، أو لقائين قادمين بإذن الله. وبسلم على جمهوري الكريم وبشكره، وبقول له بنتمنى ان احنا نكون كما تعودنا دائما ان نقدم لكم بصمة بلون النور للعقل وبسمة بطعم الفرح للشفاء. فإلى اللقاء في البصمة القادمة مع صديقنا وضيفنا الكريم الموسيقي الباحث الأستاذ صلاح منير. فإلى اللقاء. أجاي بالمصري. Thank you.